استاذ عبد الحكيم، بما اننا بنتكلم عن كابتن سامي قمصان، كابتن سامي رايك في ادارته الفنيه امبارح للمباراه؟ طبقا للاوراق وطبقا للظروف المحيطه بالمباراه، اداره طبعا 10 على 10، ما ينفعش ان انت تنتقده في جزئيه انه لجأ في بعض الاحيان للدفاع. هو بيلعب على قد الاوراق اللي عنده. انت فرقه غايب عنك 11 لاعب اساسيين كانوا بيلعبوا، من اول اكرم وعمار اللي هم مصابين رباط صليبي لحد اخرنا حمدي فتحي وعلي معلول، وبجانب محمود وحيد اللي اصيب اثناء المباراه. وانت بتلعب ما عندكش باك شمال، لان علي معلول الظهير الاساسي خرج من المعسكر الصبح شعر بعض الالام، فبالتالي طبقا للغيابات ايمن اشرف اللي بعده كمان، وايمن اشرف طبعًا مصاب، فالثلاثه دول مصابين، فاضطر يلعب بكوكا باك شمال. فطبقا للظروف اللي قدامه، وطبقا لان برضو مش عايزين نقول جزئيه ان حته ان في مدير فني مشي، ممكن ناس تقول لك ده طبيعي. اه طبعا ده طبيعي، بس بيأثر حتى لو بجزء صغير جدا. فطبقا للظروف الموجوده، وطبقا للاصابات، وطبقا للارهاق اللي النادي الاهلي بيعامل معامله كابتن اسلام، انا بصراحه لحد دلوقتي مش شايف حد بيتكلم عن الموضوع ده، اللي هي جزئيه انت بتقول لي اصل انت لعبت. طب انت بتعاقبني على ان انا بلعب دوري ابطال افريقيا، بلعب كاس عالم للانديه، بلعب سوبر افريقي، بتعاقبني؟ انت بتتعاقب، بتعاقبني؟ يقول لك اصل انت ماتشاتك اكتر. انا بلعب مثلا 18 او 22 مباراه زياده في السنه، او من 10 ل 18 او من 12 ل 18 عن اي فريق، فتعاقبني تخليني العب كل 3 ايام؟ تخيل يا كابتن احنا بقالنا قد ايه بنلعب 3 ايام وهتلعب ولسه هتلعب مع سموحه 38 هتلعب مع سموحه بعد بكره، هتلعب مع وادي دجله يوم السبت، هتلعب يوم الثلاث كاس مصر، في كاس مصر. شوف هتروح اسكندريه، ترجع على القاهره، تطلع من القاهره تطلع على الجونه، هتقعد 5-7 بقى، ويا للعجب اسبوع يا حكيم من غير لعب. طب ما كنت اقسم ده ايام كده ترانشات، ده اسبوع لحد دلوقتي يا استاذ، انت ممكن يحط لك ماتش فيه عشان يفضلك وقت يوم 21/7 عشان يلعب فاينل كاس. ما خلاص هو الاهلي قصدي مدرب، لكن بقول لك العشوائيه باينه حتى في دي، ان انت كان عندك كتله ايام كان ممكن توزعها فتريح الثلاث ايام تخليهم اربعه، فكان ممكن جدا اليومين يبقوا ثلاثه. فكان ممكن جدا ان انا اطلع اقول طب ما نلغي الدوري بقى. لا 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 لا، هنا الموضوع مختلف. لا يا كابتن الموضوع مختلف تماما، انا بتكلم على تكافؤ فرص، ما بقولكش الغي، بقول لك بمعنى ان انت هتقول لي طب ما الفريق لا انا عارف طبعا، بس انا بقول لك يعني انا بقول لك هو بيجاوب يعني في حدود اللي انت بتقوله. الناس اللي بتتكلم عن الموضوع ده ما عندهاش ادراك بالواقع. طب انا دلوقتي اللاعب، كابتن سيد اتكلم عن الموضوع، اللاعب دلوقتي بتاع النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي عنده مشكله ان هو ملتزم بعود لعيبته. اللاعب دلوقتي لو انت نهيت له الدوري، مش هتدي له فلوسه؟ مش هتدي له مستحقاته؟ مش هتدي راتب الجهاز الفني؟ مش هتصرف كل حاجه؟ طب الانكم بتاع النادي، الدخل بتاع الرعايه هيجيب منين؟ ما هو لازم كل واحد قبل ما يتكلم يحسبها كويس جدا. القصه كلها مش انك تلغي مسابقه، هو فين الدول اللي بتلغي المسابقات بتاعتها؟ مفيش. ولا انا عشان خدت حقوق الرعايه بتاعتي فما يفرقش معايا الباقي؟ لا، لازم نحسب الحسبه كويس جدا. اوكي، هلا صراحه نادره جدا، يصعب فهمها. ودايما كابتن اسلام اقول لحضرتك وجمهور قناه النادي الاهلي المحترم انه اللي بيحصل ده لا يحق ابدا للناس اللي بتدير الكوره انها تقدمه كنموذج للكره المصريه. نعم، لانه الف باء بيقولها صديقي وزميل العزيز عبد الحكيم، انه يقول لك انت لسه هتقول لي ادي اللعيبه ولسه في رعاه ليهم حقوق وما ترتب على ذلك، والجزء الفني اللي هيغيب عن الكل في تقييمك للاعبين عن اكتر من نصف المباريات. في نقطه ثانيه ده لا مصر. ما هي سمعه مصر كده انك متجاوز كل دول، ده انا بشرح، فخلاك تقول الف ب، يعني خلاك ترجع لالف ب علشان تقرا الخطاب. أوكي، تخيل والناس بتتكلم 100 لغه في البلد اللي جنبك على طول. لا يعني المفروض بقى يبقى في اتقاء وجه الوطن الحقيقه، يعني اللي ما حدش اصلا بيتكلم عنه غير لما تيجي تلاقي اي حد مزنوف يقول لك احنا مصر. يا عم ازاي بس؟ مصر دي تبقى عارف كويس قوي انها تستحق الافضل، تستحق نموذج رسمي نظمي فهمي. قد ايه المشهد امبارح لما تروح للماتش، ان انت صحفيين زملاء شبان واسال حكيم لسه بادئين مثلا في الاقسام الخارجي، وانت بتقول له هات الرانك بتاع المجر، فتلاقي قدام الفار ما فيش يا كابتن. ايه ده؟ ايه المشهد ده؟ حتى تبرير مقنع مفيش، فتكتشف انه الناس الفار لسه داخل عندهم، وبالتالي لا احد عندهم حضر كورسات دوليه ولا قاريه، ومن ثم ما عندهمش حد معاه شاره. طب حتى قولوا دي يا اخي، لكن سلطح ملطح باشا دي صعب 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 صعب. مين المسؤول عن كده يا استاذ عصام؟ اتحاد الكوره، ولا شك في ذلك. يعني عشان كده حسنا فعل النادي الاهلي انه عايز بقى منها ومن هنا ورايح يبقى عنده ديكومنت دايما، انا قدمت الخطاب مكتوب فيه انهي اتحاد
وانت رديت عليا بالموافقه من عدمه عبر اللي جالك من هذا الاتحاد او ذاك. على راي سيد عبد الحفيظ عشان ما يبقاش الخطاب لابس طاقيه لخفه. ايوه ده وبعد كده في نقطه ثانيه يا كابتن استاذ. حكيم قال لك طاقيه لخفه وفي عصفور اللي هو كان النجم. وبعد كده في نقطه ثانيه يا كابتن استاذ. في تجربه حلوه عملها رابطه الانديه. دي انا دي اول سنه الناس ليهم. اول سنه ابداهم ان انا اتكلم في حاجه زي كده، المفروض ابقى سبورت ليهم، يعني انا عايز اعمل ليه كده من اول مره؟ ما ينفعش انا اسيب، المفروض سبورت للتجربه، والناس استلمت موسم استثناء لازم اكمله، فلازم اكون سبورت ليهم وراهم ادعمهم لحد المسابقه ما تخلص حتى لو 30/8 والناس عامله بلان ان الدوري السنه اللي جايه هيخلص في نهايه شهر 6 او نص شهر يوليو ونبدا على بشكل كويس السنه اللي جايه.